اهلا مرحبا بقناتنا العزيزه المفضله اللي منورانا في المغرب وبجميع العالم العربي والعالم الاوروبي. الحياه ما سميت بالحياه حتى حياه. انا سويسي محمد، صانع تقليدي. دوزت الدراسه ديالي 68 اخر يوم كان عندي في الدراسه، بحيث كانت الام عندي كتشتغل في دار واحد المقيم عام ديال مراكش، اللي هي كانت تدير عنده كويزينير طباخه باللغه العربيه، كتطبخ ليه. هذاك السيد كان تحمل المسؤوليه ديالي، يعني كمثل متبنيني انا ديك الساعه ما فاهم والو، ما فاهمش. بديت نبحث في الصغر ديالي، انا داك كانت عندي ما بين 15 عام 16 عام، هذا هو الحد. نجحت مدرسه ديال فيكتور هوغو، قبضت البروفي ديالي في 68. هذاك السيد مشى، ما بقيتش شدو، لان كانوا لي فرونسي هنايا تيخويو دوك لي كوبيرون، داكشي كانوا تيخويو مراكش. المهم اختصر لك، قال الوالده عندي، قال لها انتي سمع معايا، قالت ليه لا، بقيت جالس باش هي تحمل المسؤوليه ديالي، ما عندهاش امكانيات، كانت واحد الظرف فقير. خرجت من المدرسه، خرجت ما بقيتش كنتبع قرايتي لان ما عنديش، بقيت كنتلوح في الشارع مع الاصدقاء مع العباد مع هذا مع هذا مع هذا. ترمينا الكاروت، ترمينا الحشيش، ترمينا الخمر، ترمينا الفساد، يعني ما عندناش اللي ينقد شي عضو شي عنصر قوي داخل الاسره اللي هو يراعي ويشوف من حنا، ما كاينش. فضينا سالينا ملي فضيت ساليت، نعم سيدي، بقيت نبحث على مخرج، ما عرفتش اش من طريق نشد. تضرت كغريب في موطني، ما بقي عرفت لا اش نشد، واش اسلام واش عادي واش عادي واش عادي، اش نشد. فإذا به نجحت في الصنعة، جيت للمجمع، بقيت. واحد النهار جات واحد الأخت، الله اللي هادي يعينها ويجازيها، يعني فتحت لي واحد شقيق في الباب منين نشوف النور، بدات تهضر معايا جيزو كريست، هادي 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 هادي. بديت نطلق عليها بعض الاسئله، هي من لا سويس سويسريا، بديت نطلق عليها بعض الاسئله كتجاوبني، وهذاك الجواب اللي كتجاوبني انا تنلقى راسي مرتاح فيه. قلت لها جيبي لي لا بيبي، قلت لها بلا ما نجيب لك عندي، قلت لها اون فرونسي، قالت لها اون فرونسي. بديت نقرا لا بيبي اون فرونسي، كاين بعض المسائل اللي ما فاهمهاش انا، لان ما عنديش الفرونسي كوم يلفو. مشيت جبت ديكسيونير باش كنشرح هذا الكلام. اول ما بديت في الوصايا فوق الجدار، دخلت لها جدا نشوف، قالت لي، قالت لي لا تبدا شابو شابيتر باغ شابيتر باش داكشي يجيك ساهل وتقرا مزيان. قرا وتعرف، ماشي تقرا وتحفظ، لا، الا تعرفتي احسن ما تحفظ. ديت بقيت على اتصال مع هاد السيده، يلا يلا يلا. نهار قالت لي واش ما كتمشيش للانجليز، قلت لها بنتي راه منع علينا، ولا مشيت للانجليز غادي نلقى شي صعوبه للانجليز. قالت لي اول حاجه بعدا غادي دير
قضيه ديال الخمر وهادي 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 نساها من بالك، حاول تحيدها. ماشي كنلزمك انما كنبهك باش تحاول تحيد جميع امكانياتك باش. الحمد والنعمة للرب اللي ساعدني واحد الطرف وجيز تقطع التخدير وتقطع الخمر. بقات لي حاجة أخرى هذا هي الذكر، قلت معها الاستمرار غادي نقطعها. بقيت النهار قالت لي الإنجليز ما كاينش، قلت لها ما كاينش وراني محتاج لشي حد اللي هو يزيد ينورني يندرس أنا وياه وكذا. عرفتني بواحد الاخ هنا عندنا في مراكش، عرفتني ارتحت. قلت نمشي عندو للدار تيضيفني الله يكرمو كيتهلا فيا يعولني خاصني شي حاجه كيساعدني. يعني صبح واحد من ولادي ماشي غادي نقول لك خويا لان انا اكبر منه، صبح واحد من ولادي. اختصر لك، جيت من عند السيد من عند الاخ عندنا، قعدت هزيت لابيبل لان عندي لابيبل في الدار الفرنسي وعندي كتاب مقدس معايا رسمي هذاك تنقرا شويه بالفرنسي. الحاجه اللي ما فهمتهاش كنمشي للكتاب المقدس. قريت الكتاب المقدس نعست ما بين واحد جوج ونص الليل لوحدة ونص، يعني بالضبط توقيت ما لأن تفاجأت واحد المفاجأة راه لحد الآن تنقولها لك واللحم ديالي مبورشة. ضربتني التوقيتة تيبان لي واحد النور عندي في البيت، ماشي مصابيح ولا شي حاجة تقول الشمس نزلت عندي للبيت. واش هادشي؟ نط قلبي بدا كيضرب، القلب عندي بدا يعني تخلعت وليت قعدت. بديت هزيت تاني الكتاب المقدس بديت تنقرا، ما بقيتش شفت والو، نعست. الصباح فقت وانا نعيط للاخ، قلت له اخي قال لي نعم، قلت له انت اللي كاينه اللي كاينه اللي كاينه اللي كاينه. قال لي شوف يعني ما بغاش يسر لي. بقيت مستمر تنقرا الصلوات ديال داوود وتنقرا بعد بعد لي شابيتر في سميتو في لا بيبل في الكتاب المقدس. ما عنديناش دازت واحد الاسبوع هكا، يعني بقى داك النور رخ ليا في ضميري وفي قلبي. هذاك النور ما عمرني شفتو، دروك نهز عينيا للشمس الشمس قليله عليه. دازت نعست واحد الليله كنحلم بانه رجل كامل الجمال، ثياب بيضاء تبعو نور نور، رفد في يديه واحد سبينيه، حنا تنقولو سبينيه هو تبصيل صحن صغير فيه الزيت، وهاديك الزيت في وسطها واحد لبانه لومر. قال لي خود، خديت وانا نقول لي الخبز فينو باش يعني باش ناكل هذيك الزيت فينو الخبز. قال لك الخبز عندي، الخبز عندي. ضربتني توكيدا، بقيت بقى لي ديك الرنه نتاع تعالى الخبز عندي، وقالها بواحد الابتسامه واحد بغيت نشد فيه. لقيت راسي فايق. خير اللي وقع معايا ما فاش حتى نقد المسيح تغيير كبير، وغادي كل يوم كل ساعة كل دقيقة كل نهار كل عام في التجديد، وكل تغيير تيعطيني واحد الإرث كبير ما كنتش كنطلبو. تغيرت من ناحية ديال الاتصال بعد الناس الأزقة اللي هما كانوا مشوهين، تغيرت من ناحية المعاملات،
يعني الناس اللي كان عم نتعامل معهم والناس اللي كان نتعامل معهم وليت نتعامل معهم بواحد الطريقة جدية ماشي إيزلية لا جدية ولات في واحد الصل ملي تنكمل شغلي كنمشي للبيت عندي ديريكت ما كنمشي لا 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 الا الصباح كندوز كنجرب قهوتي كنجي في حالتي ولات فيا قضية اخرى الا وهي الصلاة كل وقتي لوحدي ما نحلش حالتي الا ما صليت ما نفطرش الا ما صليت ما نتغداش الا ما صليت يعني هاد المسائل هادي من قبل ما كانتش عندي حتى النهار فاش شفت هذاك النور صح تغير لواحد الدرجه نتاع ما كاينش كيف نوصف لك وندمت على داك الشيء اللي داز في حياتي كله كنعتبره من اعظم الخطايا اللي هي دازت ندمت عليها علاش دازت. بسم الاب والابن والروح القدس. إلهي وربي وحبيبي وعزيزي يا سور خذ بيدي بعين الاعتبار المغرب إخوان المغاربة وجميع الإخوان العرب باش يتشفاو من هذا المرض يا أخي وحبيبي يا سور نورنا طريقك نورنا كلمتك أنت اللي قلتي لنا اللي شرب من الماء يعني عمره ما يضمع ولهذا شربنا من الماء عطف علينا ارحمنا جد علينا آمين.